مساء الخير، رح أعمل معكم اليوم فستقية بالقشطة. الحلى هذا بسيط وسريع ومرة لذيذ مع القهوة العربي. للطبقة الأولى رح نحتاج بسكوت داجستف مطحون، بالإضافة إلى فستق مفروم ناعم، زبدة مدوبة وسكر بني وهيل. أما الطبقة الثانية رح نحتاج لحليب مكثف محلى وكريمة خفق الحلويات، قشطة وجبنة كيري. الفستق زي كده يكون شكله مفروم مرة ناعم بس ما يوصل لدرجة المطحون، نبغى شوية قرمشة في الحلوية. في زبدية حطيت مقادير الطبقة الأولى ورح أبدأ أخلطهم مع بعض. طيب شايفين كيف؟ الطبقة اللي أنا حعملها ما حتكون طبقة متماسكة، رح تكون طبقة مفتفتة. فهذه الوصفة تنفع لصواني صغيرة زي كده. اللي تبغى تعمل الوصفة هذه على صينية كبيرة فالأفضل إنها تزود كمية الزبدة وتكبس الطبقة الأولى، بس أنا ما رح أعملها كده. رح أعمل زي ما قلت لكم، الطبقة تكون مفتفتة من تحت وفوقها رح تيجي طبقة القشطة متماسكة شوي. طيب زي ما انتم شايفين، هذه الطبقة الأولى حطيتها في الصواني الصغيرة من غير لا أكبسها. دحين حأبدأ أعمل لها طبقة القشطة البيضة. حطيت جبنة كيري في الخلاط، رح أشغل عليها الخلاط. أول ما يصير قوامها كريمي حأبدأ أضيف لها الحليب المكثف المحلى. زودت القشطة والكريمة ورح أكمل خلط. كده صارت الصواني الصغيرة عندي جاهزة، راح أدخلها الفرن 10 دقائق. حرارة الفرن راح تكون بس من تحت على 180 درجة مئوية أو 350 فهرنهايت. هذه الصواني الصغيرة خرجتها بعد 10 دقائق، الصواني اللي أكبر أحتاجت 15 دقيقة. راح أسيبها تبرد بحرارة الغرفة لمدة ساعة. ممكن تبردوها في الثلاجة بس أنا شفت النتيجة الأفضل إنها تبرد بحرارة الغرفة. بعد ما تبرد تماما رح أزين وشها بشوية كراميل. بنات، الوصفة هذه مع القهوة العربي معتمدتها لما يجوني ضيوف، لأنه كل النكهات اللي فيها مناسبة للتقديم مع القهوة العربي، سواء البسكوت ولا السكر البني، الهيل، الفستق، الخلطة البيضة ورشة الكراميل اللي على الوجه، كلها المكونات مع بعض مناسبة للتقديم مع دلة قهوة. لا تفوتكم، من جد مرة لذيذة.